يعني شو في كمان برنامج شيء يعني يمكن بسوي فيلم عن وجع الراس. وجع راسي انا فرض اي شيء يعني مش موضوع مهم. يعني لما انا وجع راسي مهم بالنسبه لي انجاز الفيلم كاني بعتبره جزء من العلاج نفسه. زعم كف قصه طويله. هذا انا اكيد شخصيتي كانت زي هلا مخي خرب ولا لا؟ اظن هي اول ما طلعت من السجن. في صور ثانيه براسك بتذكرك بهاي الفتره الزمنيه؟ براسك هاي الفتره الزمنيه مش موجود ابدا. انت صغير طلعت انه احنا الفلسطينيين نحن شعب الجبار ونحن احنا دائما مجموعه. خلال وجع راسك بدك تحاول تتساءل على ليش انا راسك بوجعك من خلال انه وضع الزياده. I don't want to do anything, I just want to raise a few questions in a film and that's it.